مع تزايد أعداد سيارات مدينة الدار البيضاء، أصبحت العاصمة الاقتصادية كتشهد اختناق مروري كبير. وأمام هذا الأمر، قرر مجلس مدينة البيضاء التدخل بإنشاء مرابط أو باركينج بكل من ساحة محمد الخامس وبساحة النفاضة لتخفيف الازدحام وحل مشكل ركن السيارات. أولا هذا المشروع ديال اللي كنسميهم لي باركينج والنوفراج، يعني المرابط العمومية تحت أرضية، هذا واحد البرنامج اللي حنا في مدينة الدار البيضاء كنشتغلوا عليه، واللي كيدخل في الإطار ديال المخطط المديري لوقوف السيارات داخل مدينة الدار البيضاء. هذا المخطط المديري فيه واحد المجموعة ديال التوصيات، واحد المجموعة ديال القرارات اللي كتهم المناطق الزرقاء، اللي كتهم كيفية إيجاد أكبر عدد من الأماكن لوقوف السيارات للمواطنين، كل على حسب الحاجيه ديالو. يعني كاين المواطن اللي كيحتاج توقف لمده قصيره، كيخصنا نوفروا له المكان المناسب، وكاين المواطن اللي كيحتاج لمده اطول، مثلا الموظفين والمستخدمين كيخصنا نوفر لهم اماكن اللي كتستجيب لهاد الطلبات. وفي ايضا البناء ديال واحد المجموعه ديال المرابط العموميه تحت الارضيه من طرف الجماعه، ولكن ايضا بشراكه مع القطاع الخاص. هاد الجوج ديال المرابط العموميه اللي حنا اليوم بنيناهم، اللي هو المربط العمومي اللي في ساحه محمد الخامس، اللي تقريبا غادي يكون الطاقه الاستيعاب ديالو ما بين تقريبا 180 190 سياره، وعندنا المربط الاخر اللي هو في ساحه نيفادا، واللي الطاقه الاستيعابيه ديالو تقريبا 750 سياره. بالنسبه لهذا ديال محمد الخامس فهو الان موجود، حنا اليوم غير في الاعدادات التقنيه الاخيره، انه الاستغلال ديالو كيتطلب واحد المجموعه ديال المعايير التقنيه وديال الاليات، بطبيعه الحال فيها الكاميرات، فيها الامور ديال الاداء، فيها واحد العدد ديال المسائل التقنيه، واللي اليوم شركه كازا ديفلوبمون اللي هي انتدبناها انها تقوم بالاستغلال ديالو، اللي هي شركه ديال التنميه المحليه، هي الان في طور الاستعداد ان شاء الله باش يتم الفتح ديالو في القريب العاجل. مجلس مدينة الدار البيضاء خصص ميزانية كبيرة من أجل إنشاء مجموعة من المرابط تحت الأرضية، بحيث غادي يكونوا المواطنين سياراتهم بتسعيرة مناسبة في مكان مؤمن. هو اللي عندنا احنا الآن في المخطط ديال التنمية ديال الدار البيضاء 2015-2021، واللي توقع أمام جلالة الملك، ما يخص انشاء المرابط العموميه، فتقريبا الميزانيه ديالها تتقدر ب 270 مليون ديال الدرهم، 27 مليار، واللي فيها مجموعه من المرابط. بالنسبه لهاد جوج ديال المرابط فهما كيدخلوا في اطار، بالنسبه للمربط ديال محمد الخامس وهذا هما كيدخلوا في اطار المشروع ديال المسرح الكبير ديال الدار البيضاء. هناك ايضا كما قلت لك مخطط، في هذا المخطط المديري ديال وقوف السيارات، هناك ان شاء الله مع شركة كازا ترونسبور، فحنا تم الإعداد ديال واحد 15 مكان، واللي غادي يكون فيه واحد طلب العروض بشراكة مع القطاع الخاص، باش يمكن يتم البناء ديال واحد المجموعة ديال 15 مربط عمومي تحت الأرضي داخل مناطق معينة حسب دراسات تقنية، واللي بينت لنا الحاجة، الأماكن اللي فيهم الحاجة لهذا النوع من المرابط. وإن شاء الله في القريب العاجل غادي نقوموا بطلب العروض، يمكن يكون دولي، باش يمكننا يكونوا المنافسين ويكون واحد الشراكه مع القطاع الخاص والقطاع العام. كتعرفوا بان هذا الشيء ديال المرابط فهو كيتطلب استثمارات كبيره وضخمه جدا، ما يمكنش للجامعه بوحدها ان دير هذه الاستثمارات. بطبيعه الحال لابد انه القطاع الخاص يكون شريك للجامعه في هذا الميدان هذا. نعم، بطبيعه الحال باش يكون باركينغ غراتوي، لانه هذو الاستثمارات وهذا استغلال لابد خص يكون الاثمنه ديالو بطبيعه الحال بناء على القرار الجبائي اللي مصوت عليه المجلس ديال الدار البيضاء. طبعا عندنا محددين الان الاسعار، الا مشيتوا للمكان تما غادي تلقاو البونكارت اللي مكتوب فيه، اللي ان شاء الله اللي غيكونوا مكتوب فيه الاثمنه على حسب الساعه، على حسب هذا. اللي اساسي هو انه في هذا القطاع بحال هذا ديال التدبير ديال وقوف السيارات، الهدف ديالو ماشي ربح الاموال، الهدف ديالو هو التنظيم ديال وقوف السيارات، لانه وقوف السيارات هو يشكل محور اساسي من النقل والتنقلات الحضريه. من طبيعه الحال تيساعد المواطنين على اساس انه يركنوا السيارات ديالهم وما يساهموش في الاقتداد، لانه كتعرفي انه واحد مول السياره ملي كيبدا يقلب على المكان فين يوقف فهو كيساهم
في الاكتضاض وبالتالي كيساهم في التلوث. إذن حنا الهدف ديالنا من خلال المخطط الاستراتيجي اللي كنشتغلوا عليه اللي دخل فيه النقل اللي دخل فيه السير والجولان اللي دخل فيه تنظيم ديال 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 المرور، فحنا كنحاولوا اننا نديروا واحد المخطط استراتيجي ان شاء الله اللي غادي يمكننا من خفض هذا الاكتضاض ديال السيارات داخل مدينه الدار البيضاء بطبيعه الحال، بالتالي خفض النسبه ديال التلوث داخل المدينه. وبهاد المشاريع غادي تحل مشكل كبير اللي كيعانيو منه كل المواطنين اللي عندهم السيارات في انتظار انشاء مرابط اخرى بكل انحاء العاصمه الاقتصاديه.